بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا إخوان في مقطع جديد من مقاطع لعبة وور فريم. اليوم يا شباب راح نتكلم عن مهمات النايت ويف. خلونا نبدأ. طيب يا شباب، عندنا المهمة الأولى هنا يقول لك اقتل 150 انمي بالسلاح الرئيسي اللي هو سلاح البرايمري، سواء الرشاش أو شاتجن أو عندك اللي هو السنايبر. تقدر تقتل فيها 150 انمي تنتهي من هذه المهمة. المهمة الثانية هنا يقول لك جمع من الأرض 15,000 كريدتس اللي هي الفلوس. طبعا تقاتل وتلعب عادي بشكل طبيعي، تلقائيا راح تلاحظ نفسك انتهيت من هذه المهمة، وهذه تعتبر من أسهل المهمات. المهمة اللي بعدها هنا يقول لك اقتل 150 انمي بسلاح الميلي اللي هو السيف. مجرد ما تنتهي من عدد 150 انمي تكون انتهيت من هذه المهمة بكل سهولة. أما المهمة هنا يا شباب، هذه المهمة تعتبر يبغى لها شوية مجهود ويبغى لها شوية تدقيق في الخريطة، لأنها لازم تنفذ مهمة ثلاث مهمات سابوتاج، تمام؟ وثاني شيء داخل كل مهمة لازم تلقى الثلاث الصناديق الكاشز، تمام؟ وأنا نزلت له عندي شرح في القناة فين تلقى صناديق الكاشز، فبإذن الله راح أحط الفيديو الخاص بهذه الصناديق ضمن الفيديوهات المقترحة في نهاية هذا الفيديو عشان تنتهي من هذه المهمة بكل سهولة. والمهمة اللي بعدها هنا يقول لك صيد 6 أسماك نادرة في العالم المفتوح الموجود في كوكب الأرض اللي هو عالم مدينة سيتوس. وعندي كذلك شرح في القناة اللي هو كيف تقدر تصيد الأسماك الموجودة في مدينة سيتوس. المهمة هذه يا شباب يقول لك نفذ 3 مهمات اكسترمينيت. طبعا ما حدد لك الليفل، تقدر تلعبها حتى في كوكب الأرض، تنتهي منها بشكل سريع، وتعتبر هذه من أسهل المهمات خلال هذا الأسبوع. والمهمة اللي بعدها هنا يقول لك نفذ مهمة سورتي واحدة فقط خلال الأسبوع كامل، يعني أسهل مهمة تقدر تنفذها نفذها بشكل سريع، تنتهي من هذه المهمة وتحصل على 4500 نقطة. هنا يا شباب يقول لك فرم على 4 مودات نادرة في العالم الخاص بالدريليكت، ونزلنا له شرح عندنا في القناة اللي هو أسهل طرق المحترفين في الحصول على البلاتينيوم، فهذه فرصة ممتازة للحصول على المودات النادرة، كذلك فرصة ممتازة للناس اللي تبغى التاجر، يعني هذه تعتبر فرصة ذهبية استثمروا فيها تفريم المودات، وبإذن الله أنكم مستقبلا راح تحصلوا على كميات كبيرة من البلاتينيوم، وكل شخص واجتهاده، يعني كل ما تجتهد أكثر كل ما تستفيد أكثر من هذه المهمة، وبيكون تركيز كبير عليها خلال هذا الأسبوع. المهمة هذه يا شباب تعتبر هي أصعب مهمة خلال هذا الأسبوع. المطلوب أنك تقتل العملاق الثالث اللي اسمه هيدروليست، ونزلت له شروحات كثيرة عندي في القناة كيف تقدر تقتل هذا العملاق. كذلك طبقت له تطبيق عملي في قناة البث المباشر بشكل مباشر مع المتابعين، كان المتابعين يسألوا وكنت أجاوب، فممكن تفيدك هذه التطبيقات العملية وتعرف تختار الشخصية اللي تناسبك وتلعب فيها، تمام؟ فهذه تعتبر من الأشياء اللي تعتبر مرحلة متقدمة، لكنها ما هي صعبة نهائيا إذا تملك أي شخصية من الشخصيات اللي بإذن الله أنك تقدر تقتله حتى لو كانت تساعد فيها اللاعبين. فحاول أنك تشد حيلك وتحصل على 7000 نقطة، لأن هذا تعتبر من أجمل المهمات خلال هذا الأسبوع. المهمة الأخيرة عندنا هنا يقول لك نفذ مهمة سيرفايفل لمدة نص ساعة. طبعا هذه تعتبر من المهمات السهلة، الجميل فيها أنه ما حدد لك ليفل الانمي، يعني تقدر تنفذ السيرفايفل مثلا في كوكب فينوس، في كوكب سيدنا، أي كوكب سواء مرتفع أو منخفض، وكثير من الناس تحب تستفيد منها في تفريم الكوفة، لكن أنت حسب ليفلك. إذا كان ليفلك صغير اختار الكواكب الصغيرة وحاول أنك تشتغل عليها، وإذا كان لاعبك ضعيف بشكل كبير أنصحك تشوف الفيديو اللي يتكلم عن جميع أنواع السبكتورات، راح تلقى شخصيات كثيرة تقاتل معاك وتساعدك وتنتهي من هذه المهمة، وراح أحط الفيديو الخاص بالسبكتورات أسفل الشرح عشان أنك تستفيد منها. فعندنا فيديوهات مقترحة بيكون الخاص بالكاشز وصيد الأسماك، أما الرابط بيكون أسفل اللي هو الخاص بالسبكتور عشان تلقى شخصيات تقاتل معاك وتريحك داخل اللعبة. طيب بتشوف الآن السوق ونتكلم عن المودات، أما البقية بتكون أشياء اختيارية. الأسبوع هذا زي ما أنتم شايفين يا شباب جايب عندنا 6 مودات. طبعا الست المودات هذه فيها 4 مودات مهمة بشكل كبير، أما مودين تعتبر من المودات الميتة وقليلة الاستخدام. راح أتكلم عن المودات المهمة فقط حسب الأهمية، تمام يا شباب؟ حسب الأهمية. المود المهم يا شباب عندنا الأول اللي هو الإنرجي سيفون. هذا المود ممتاز جدا خصوصا للناس المبتدئين، راح يدعمك دائما بالإنرجي داخل الجيم ويساعدك بشكل كبير جدا، فهو يعتبر من أهم المودات في اللعبة، هذا يعتبر هو الأهم خلال هذا الأسبوع. المود الثاني بعده على طول اللي هو المود اللي اسمه رايفل آمب. وظيفة هذا المود يا شباب يرفع لك الدمج الخاص بسلاح البرايمري عندك اللي هو أسلحة الرايفل اللي هي الرشاشات، يرفع لك قيمة الدمج عندك بقيمة 27% زي ما انتم شايفين، فهذا راح يدعمك بشكل كبير في دمجك على الإنمي وراح ينفعك في القتال.
فهذا يعتبر هو المود الثاني خلال هذا الأسبوع. أما المود الثالث عندنا اللي هو الانمي رادار، المود هذا ممتاز جدا يا شباب وكثير الاستخدام، وظيفته أنه يوضح لك وين مواقع الانمي اللي حولك في الخريطة، يعني كل ما تطالع في الخريطة راح تعرف الانمي وين واقف عنك، وقتها تقدر تستفيد من هذا المود بشكل كبير. والمود هذا يعتبر من المودات كثيرة الاستخدام خصوصا في قتال العمالقة الثلاثة، فهو مود يعتبر الثالث خلال هذا الأسبوع. أما المود الرابع وهو يعتبر من المودات اللي يدعمك في البلدات السريعة، فإذا كنت تبغى تسوي مثلا بلد يخليك تجري بسرعة فهذا المود يعتبر من أجمل المودات اللي يدعمك بشكل سريع، ويفضل استخدامه في الشخصيات اللي تحب إنها تجري بسرعة، يعني ما ينفع على كل الشخصيات، تقدر تركبه على الشخصيات مثلا زي شخصية فولت، شخصية غاس، شخصية مثلا لوكي، الشخصيات اللي تجري بسرعة، فهذا يعتبر من أجمل المودات اللي يدعمك في سرعة الحركة الخاصة بالشخصية. تقريبا يا شباب هذا اللي عندنا خلال هذا الأسبوع، أتمنى أن أكون أفدتكم. لا تنسوا يا إخوان دعم القناة بالاشتراك واللايك، ولا تنسوا يا إخوان نشر الفيديوهات، وبإذن الله نشوفكم في فيديو قريب. مع السلامة.